إصلاح جملي صياد من قصرين. مش نحكي شوية على مشاكل الصيد في قصرين، وبرشة مشاكل تتعدد الأسباب في فقدان الثروة الحيوانية، من أولها نجم نذكر المناخ، ظروف طبيعية خاصة في أعوام الجفاف، نلاحظ نقص في الأرنب والحجل، والسبب اللي أهم وأصعب من الظروف الطبيعية هو الصيد العشوائي متاع العبيد. تم عبيد يخرجوا من غير سيزون متاع المصيد، هي مرة في العام وفي العياد، أيامات العياد والعطل، معناها نهار أحد ولا كي تبدا ثم جور فيه في وسط الجمعة عندك الحق تصيد، أبار هذوك ما تنجمش تصيد. العبيد يصيدوا في كل وقت، ربيع شتاء خريف صيف، وان بليس مصيد الأرنب في الليل هو اللي يضرها، خاطر الأرنب في الليل ساهل قتلينها. والحجر كي يبدو يصيدوا فيه بالكهرباء، معناها يبدا على جنب كي يتعدى على جنب الكهرباء وما يثيرش الحجر، اللي نجم كرتوش يطيح 5-6 كعبيات، هذاك اللي يسبب فقدان الثروه الحيوانيه ونقصانها، معناها نقصان ملحوظ. نفس اللحظه هذيك من الحران من هذه بارك، لا هكاك ما عادش لا يرقل. تعرف من وقتاش في العام نجيب مليون؟ قال لي قداش تعرف؟ انا عندي الحق نشري واش نحب، فهمت؟ عندنا نقطة نتاع بيع ديبوي 3 زون باهي تسكرت، علاش؟ وقع تهريب، معناها النقطة نقطة القصرين هذه مجاورة لحد الحدود، يقع تهريبها، تهريب الذخيرة في صورة ما مثلا هكا تشد هكا ولت الناس تشري في النوار هكا، الدولة سكرت، ولا الواحد يمشي يشري من سوسة ومن قفصة ومن قابس ومن تونس. نحن هاو في انتظار توا جمعية جديدة ان شاء الله يحلوا نقطة اخرى.